السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام اودو. دلوقتي هنتكلم على الموظفين. تقدر تعمل سجلات الموظفين، تقدر تعمل سيرش، تعرف كل المعلومات اللي انت عايزهم، وكل ده اونلاين. اقول له هنا كرييت، ابدأ ادخل اسمه. دخل معلومات خاصة بالشغل زي العنوان، الايميلات، التليفون. الديبارتمنت، ممكن تفهمني الديبارتمنت، البوزيشن بتاعه، الجوب تايتل، المانجر بتاعه مين، الكوتش، الوركينج هاورز، بيشتغل كام ساعة. بعد كده البرايفت انفورميشن لو ليه، الجنسية بتاعته، الاي دي، الباسبور، النوع بتاعه، المعلومات الخاصة بالفيزا، تاريخ الميلاد، على أساس إن أنت هتجيبوا له هدية يعني في عيد ميلاده، الإديوكيشنال بتاعته، وفي الـ HR setting اللي هي بتاعة الـ HR، ودي هنا بقى تضيف صورة وتقول له سيف.